اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى في برنامج الاهلي ليله، وبينورني فيها النهارده احد نجوم ولاعبي النادي الاهلي في فتره سابقه، فتره من 2008 كده لغايه 2011 2012. نجم كان ليه صولات ودولات في النادي الاهلي، وكان دايما كده بينزل في التوقيتات الصعبه، وحتى كانوا بيختاروه في توقيتات قدام حتى اخوه لما كان بيلعب في نادي حرس الحدود عبد الرحمن فاروق، كانت من المباريات اللي بيبقى فيها اثاره، لان عبد الله فاروق وعبد الرحمن فاروق كانت مباراه بيظهر فيها الاهلي وحرس الحدود في سواء في نهائي الكاس او مباراه السوبر المصري. المهم يعني كان في تفاصيل كتير قوي في مشوار عبد الله فاروق مع النادي الاهلي. ضيف ضيفكم عبد الله فاروق، لاعب النادي الاهلي وحاليا مدرب فريق النادي الاهلي مواليد 2004، ضمن جهاز فني بيقوده حاليا المدير الفني الكابتن ياسر ريان. عبد الله ازيك؟ اخبارك ايه؟ والله تمام الحمد لله. ايه الاخبار الدنيا؟ كله تمام الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبي، كله كويس. مش عارف اقول لحضرتك ايه على المقدمه الجميله دي، يعني حاجه بصراحه. لا جيل، انا فاكر الجيل، يعني جيل كنت ساعتها طبعا واخدين بطولات افريقيه لغايه 2008 كل حاجه. بالظبط كده، يعني الجيل ساعتها كنا واخدين كاس وسوبر، وده ما فيش الا السوبر بس اللي الحرس خده مننا، بس كنا واخدين افريقيا وكل حاجه. يعني في الفتره دي كنا الحمد لله مستحوذين على كل البطولات في افريقيا وفي مصر، يعني الحمد لله رب العالمين، وكاس عالم انديه الحمد لله. بعد الاهلي اتجهت ازاي او رحت فين؟ رحت الشرطه اربع سنين. موسم بدات، يعني مشيت من الاهلي موسم كام؟ 2011 2011 غالبا. وقعدت اربع سنين في الشرطه، بعدين سنه في ليبيا، وبعدين رجعت المقصه سنه واسوان سنه. اعتزلت بدري؟ صح. ايه الاسباب؟ بص والله يعني انا السنه بتاعت ليبيا دي كانت صعبه شويه، كانت كل الملاعب اللي هناك ترتان ونجيل صناعي، وانا كنت عامل عمليات في ركبتي كتير، فالخشونه زادت عليا. فلما رجعت مصر لعبت سنه في المقصه وسنه في اسوان، ورحت الشرقيه سنه بس ما كملتش، قعدت ست شهور وكده. فحسيت ان انا مش هقدر ادي زي ما كنت بادي في السنين اللي قبلها. فلا قررت ان انا ساعتها يعني ان انا ما جازفش بنفسي، ما جازفش رجليا، ما يعني ممكن اظهر بشكل الناس مش واخده عليا. فلا قلت يعني كفايه كده، وابدا بقى ان شاء الله يعني بدري كده في مسيره التدريب، والحمد لله ربنا كرمني بقى لي سنتين في النادي الاهلي ومدرب. لما اعتزلت كنت في سن كام ساعتها؟ يعني 30 او 29. 29 او 30. كان بدري قوي يا عبد الله. بس انا دلوقتي هي 32. يعني السنه في ليبيا دي اثرت عليك تاثير سلبي؟ الملاعب الترتان يعني بصراحه فعلا فعلا حاجه وحشه جدا، حاجه سيئه جدا. حتى لينا اللي في مصر هنا للناشئين والبراعم واللي بيلعبوا على ترتان يعني بيبقى صعب، بيشتكوا كتير. يعني احنا انا طبعا عندنا في النادي الاهلي الحمد لله الامور دي مش موجوده تماما، لكن لما بتروح تلعب فرق ثانيه موجوده في الدوري، بتروح تلعب على ترتان، بتلاقي معظم اللعيبه الفرق الثانيه بتشتكي اناق الظهر ركب. الترتان بيأثر على اللعيبه، على اللعيبه بطريقه بشكل كبير جدا يعني. فيعني اتمنى ان انا ما اشوفش الترتان ده موجود في مصر تماما خالص، لان فعلا فعلا اثر عليا كتير في السنه بتاعت ليبيا دي. طيب بعد ما بطلت او اعتزلت ليه اتجهت للتدريب مباشره؟ حياتي كلها في الكوره. يعني انا من وانا عندي 9 سنين في الكوره، فلا يعني ما اعرفش حاجه غيرها. حتى في التعليم اتعلمت كويس وكل حاجه، بس كان دماغي كلها راحه الكوره، فانا مش هقدر. يعني انا حاولت ان انا اسيب الكوره، مش هقدر اسيبها. فكرت ان انا قعدت شويه، قعدت شهرين ثلاثه من غير كوره، لا حسيت ان انا هتعب، مش هقدر اكمل. لا الكوره حياتي. عارف لما بلعب الكوره كده اللي هو متعود معسكرات تمرين، كل يوم رايح التمرين راجع من التمرين، معسكر 10 ايام 20 يوم مع زمايله، مش هيقدر يسيب الكوره. يعني مش هيقدر تماما، يعني حاولت ما قدرتش. فدي حياتك ان انت في حياتك ان انت في الكوره. فقررت ان انا اشتغل في مجال التدريب يعني. طيب يعني لعل وعسى ربنا يكرمنا الخبرات اللي خدناها نفيد بها الناس اللي تحت. هل اتجاهك لقطاع الناشئين ده يعتبر اصعب ولا اسهل؟ لان في البعض بيفكر لما بيبطل يقول لك اروح الفريق الاول او اشتغل درجه اولى. قطاع الناشئين اصعب بكتير من الفريق، اصعب في الشغل من الفريق الاول. طبعا الفريق الاول شغل سهل، فانت الفريق الاول بتعامل لعيبه كبيره فاهمه، يمين يمين شمال شمال، لكن انت قطاع ناشئين بتبقى تعلم من تحت، بتقف ازاي في المواقف الدفاعيه، هتعمل ايه في المواقف الهجوميه، هتعمل ايه، والكره معانا هتبقى واقف ازاي، والكره مش معانا هتبقى واقف فين، بتعلم. فالقطاع الناشئين بيبقى اصعب بكتير من الفريق الاول. اصعب كتير طبعا. طب بدات ازاي بقى في التدريب في القطاع؟
هفتكر البدايه مواليد 2004 ولا اشتغلت مع فرقه؟ لا انا أكبر. بدات السنه اللي فاتت 2008 تمام، و مرحله البراعم، مرحله البراعم خالص تحت، وبعدين بعديها بشهرين طلعت فرقه 2000. بعدها بشهرين، شهرين فرقه 2000 كنا بنلعب مع كابتن امين عرابي من دوري منطقه السنه اللي فاتت، والحمد لله ربنا كرمنا واخدنا الدوري بدون ولا هزيمه. فبدأ بقى مع فرقه 2000. السنه دي التشكيل نزل ان انا بادئ مع فرقه 2000، وبدات فعلا مع فرقه 2000. بدات اول شهر غالبا مع فرقه 2000 فتره الاعداد، واشتغلت معاهم. وبعد كده كابتن فتحي جه اتكلم معايا، قال لي انا محتاجك معايا في 2004 مع كابتن ياسر بطوله الجمهوريه ولعبة صغيره، ومحتاج ان انت تقعد معاهم تلعب وتتعلموا منك وتديهم من خبراتك وتقدر تتكلم معاهم وتقدر تنزل معاهم الملعب. فانا فعلا بعمل كده، بنزل مع اللعيبه، بنزل العب معاهم التقسيمات، بنزل العب معاهم، بتمرن معاهم. فالحمد لله رب العالمين، يعني التجربه انا شايفها الحمد لله رب العالمين ناجحه جدا وموفقه جدا الحمد لله. مع 2008 بتتكلم في، مش هقول لعيبه بس، بتتكلم في اطفال. كان 10 سنين 9 سنين 9 سنين يعني بقى لسه، كان سنه فاتت 9 سنين لسه بيبدا يتعلم الكوره، بتبدا يعني، لا بتبدا مش بيتعلم، يعني بتبدا تتعامل معاه في كل بقى المراحل، المدرسه وانت عامل ايه في البيت، وانت عامل ايه في النادي، وعايزين نعمل ايه لا يعني اصعب مرحله في الكوره اللي هي مرحله البراعم دي. البراعم دي يعني عايز تطلع ولد عارف يعني هتبدا تصنع من اول وجديد، تبدا تعلم. بتتكلموا كوره بس ولا لا بتتكلم في تفاصيل؟ لا بتتكلم في كل حاجه، يعني الولد الصغير ده بالذات، الولاد اللي هم البراعم دول بالذات لازم تتكلم معاهم في كل حاجه، لازم يفتحوا لك قلبهم بشكل كبير جدا، لان هم لو حبوك هينفذوا لك كل اللي انت عايزه. وده اللي انا كنت شغال عليه في السنه اللي فاتت. لو حبوك، لو حبوك هيعملوا لك كل اللي انت عايزه. يبقى التعامل مع السن ده تعامل نفسي اكتر من تعامل فني او بدني. بكتير بكتير بكتير، نفسي بطريقه يعني كبيره جدا. ان انت الطفل الولد الصغير يبقى عنده 9 سنين ده لو حبك، لو قلت له اعمل يمين يروح يمين هيروح، روح شمال هيروح. لكن هتتعامل معاه ان انت مدير فني وفني ومش عارف والكلام ده، مش هي يعني مش هيستجيب، مش هيستجيب مع الولد الصغير. ممكن في المراحل اللي بعد كده، لكن في المراحل البراعم دي لا، لازم النفسي يبقى اكتر من الفني. النفسي اكتر من الفني؟ طبعا الفني يبقى موجود وكل حاجه، بس النفسي لازم تتعامل معاهم، تقعد تتكلم معاهم كتير، لازم تضحك معاهم، تهزر معاهم، تحسسه ان هو في بيته، تحسسه ان هو جاي حاجه جميله، مش جاي يقضي واجب او مش جاي يتمرن ويمشي، لا انت جاي تتمرن تلعب في النادي الاهلي، جاي حاجه انت تبقى مبسوط بيها، انت حاجه انت بتحبها فلازم تحبها اكتر. مظبوط، لازم تحببه فيها اكتر، لان هو لو ما حبهاش مش هيديك حاجه. فلازم يحبك ويحب الحاجه اللي هو جاي عشان يحب التمرين، فدي بتبقى اصعب حاجه. مدى الاستجابه يا عبد الله بتبقى ازاي؟ مدى في البراعم؟ زي ما قلت لك، لو حبك الاستجابه بتبقى سريعه جدا. بتبقى سريعه الاستجابه. لو الولد الصغير اللي 9 سنين 10 سنين ده اتعامل معاك ان انت اخوه كبير او بابا، او ان انت بتعامل معاك بحب، لا مدى الاستجابه هيبقى سريع، هيبقى سريع جدا، وهيتعلم بسرعه وهيسمع كلامك بسرعه. لكن لو اتعاملت معاه بطريقه مختلفه او فنيه او شويه او تاديبيه شويه، وهو لو ما حبكش شويه ممكن تبقى صعبه، ممكن يستجيب ببطء شويه. لكن لو حبك هيستجيب بطريقه سريعه جدا. سريعه جدا طبعا. طيب مع 2004 تتكلم بقى في نضوج. طبعا تتكلم في مرحله تحت 16 سنه، خلاص الولد بقى له اكتر مثلا بيلعب جمهوريه. ايه بيلعب جمهوريه ابطال. بيلعب ده دوري جمهوريه مش دوري مناطق. فدوري الجمهوريه منافسات اقوى، ملاعب، سفر، بالظبط، معسكرات، حاجات كتير. فلا يعني يعني هم طالعين اولاد زي ما انا قلت لك، اتعلموا من تحت كويس، وهم دلوقتي الحمد لله رب العالمين ان هم بيستجيبوا بسرعه، وبتتكلم معاهم بيستجيبوا. لا عايزين نعمل كذا، نعمل، عايزين نعمل كذا، حاضر نعمل، وبيستجيبوا. اتعلم، بتبدا يعني توقفه ازاي، بيقف، تعمل كده يعمل. فلا يعني 2004 مرحله مختلفه تماما عن البراعم. سنك قريب منهم شويه، فده بيسهل شويه الشغل معاهم ولا مش السن قريب ولا حاجه؟ 16 سنه ولا 32 سنه، فرق 16 سنه. لكن انت يعني اللي هو يعني عشان انت لسه، يعني انا لسه مبطل كوره، فعندي عندي اللي انا بنزل الملعب معاهم وبنزل اتمرن وبلعب معاهم تقسيمه وبتاع، فده مسهل عليا الامور جدا. الولاد يعني الحمد لله بيحبوني جدا، بننزل نلعب، يعني هم دايما بيطلبوا مني ان انا انزل، يلا يا كابتن النهارده نلعب معاه تقسيمه، ننزل نلعب معاهم تقسيمه، عايزين نعمل كذا يا اولاد النهارده. طب اقعد اتكلم معاهم كتير في المعسكرات، بنقعد مع بعض نضحك ونهزر، نتكلم في حاجات كتير. لا يعني
يعني الحمد لله الحته دي اللي هي قرب السن دي فرقه كتير قوي معايا. اهدي الفرقه فرقكم فريق 2004 2004 كان بيلعب المقاصه الاسبوع اللي فات وانتهى اعتقد تعادل سلبي. تعادل سلبي 0-0. اه اتفضل. كانت مباراه صعبه اعتقد ده. لان المقاصه حتى في قطاع الناشئين ابتدى يهتم ويبقى فيه عنده قطاع ناشئين وفرق يعني فرقه المقاصه يعني فرقه كويسه من احنا لعبنا 4 ماتشات كسبنا 3 وده الماتش الوحيد اللي تعادلناه. يعني فرقه لا يعني بداوا يهتموا وعندهم قطاع ناشئين كويس والفرقه بتاعه 2004 بتاعتهم فرقه كويسه. يعني فرقه مش وحشه يعني عندهم ولاد كويسين جدا عندهم افراد كويسين. وهم بيعرفوا يقفوا كويس وعرفوا ان هم في ملعبنا يوقفونا في الناحيه الهجوميه يعني. فربنا يسهل ان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش الجاي ونقدر نعمل حاجه نرجع لانتصاراتنا تاني ان شاء الله. طيب في المقابل بقى فريق المقصه في طبعا او قطاع ناشئين في المقصه كابتن محمد عبد الجليل. طبعا يعني كان معانا في المباراه كان موجود معانا في الماتش كان يعني عمال يضايقنا شويه وعمال يتكلم الحكم لاين زمان شويه بس لا يعني كابتن عبد الجليل يعني حاجه محترمه جدا وحاجه جميله جدا بصراحه انا بحبه جدا. القطاع فيه ولاد صغيرين او فيه مواهب جايه الفتره الجايه بشكل كويس؟ في 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 كل فرقه في يعني ولاد يعني انا عندي فرقه 2004 عندي عناصر ما شاء الله كويسه جدا يعني الولاد بيبقوا في الملعب فارقين مع الفرقه بيعملوا حاجات انا عن نفسي ما كنتش متوقعها منهم. فلا يعني في وفي فرقه 2001 فرقه كويسه في كذا حد في الفرقه يعني في ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في قطاع ناشئين هيقدر يغطي الفريق الاول باذن الله. بتشتغل مع لعيبه على مركزك انت تحديدا يعني انت مع النادي الاهلي كنت دايما بتميل شويه ناحيه الباك رايت وساعات بتروح باك ليفت وساعات ديفندر وساعات ولعبت فتره مساك. ايه المركز اللي انت بتحب تشتغل فيه مع قطاع ناشئين او بتدوس قوي فيه شغلك مع اللعيبه الصغيره؟ إيه انا في حته ديفندر دي بدوس فيهم شويه او يعني الحته بتاعتي ان انا حافظ لعبت فيها اكتر من 10 سنين ولا حاجه فانا حافظها كويس قوي فبدوس فيهم. لكن بقيت الاماكن برضو شغال معاهم يعني النهارده كنت واخد المدافعين بشغلهم على شويه حاجات كور ثابته وحاجات كتير هتفيدنا الماتش الجاي. فيعني لا يعني الحمد لله شغال في الاماكن كلها يعني كويس الحمد لله بطريقه كويسه مع طبعا الكابتن ياسر عيان بالمساعده بتاعته. طبعا هو بياخد المجموعه الهجوميه وانا باخد المجموعه الدفاعيه بنبدا نشتغل هو بيشتغل على حاجات وانا بشتغل على حاجات والحمد لله ربنا بيكرمنا والحاجات بتظهر في الماتش دي يعني الحمد لله. فكره انك لسه معتزل وبتشتغل في التدريب في قطاع الناشئين ولسه سايب الملعب من سنه او سنتين سهله ليك بالنسبه لك وانت شغال في التدريب مع القطاع الناشئين ولا بتبقى صعبه؟ يعني البدايه بالنسبه لك سهله ولا صعبه؟ هي البدايه يعني في مجال تاني هو في مجال تاني بس مجال تاني تدريب غير اللعب بس يعني انا مش شايفها بعيده عن بعض شويه هي سهله شويه بس انت يعني لما بتشتغل في قطاع ناشئين انا اشتغلت في قطاع ناشئين عشان اخد خبرات. انا اقصد من سؤالي ايه؟ في ناس بتبطل وممكن تقعد فتره تمام على غير ما بتشتغل في التدريب وفي ناس لا اول ما بتخلص سنه على طول او اقل من سنه بتتجه بسرعه للتدريب وتنزل الملعب بسرعه. تمام. ده بيسهل عليك ولا بيصعب عليك؟ ده اللي اقصده. بيسهلها لما تبقى لسه مبطل وبتنزل تشتغل على طول في الملعب لا بتبقى اسهل كتير من اللي انت بتقعد فتره بعيد عن الكوره او بتعمل حاجه او بتبقى صعبه. لكن لما بتبدا تبطل وبعدين تنزل الملعب على طول تبقى لسه اكن رجلك في الملعب لسه اكنك موجود لسه في الملعب بتلعب لا بتبقى اسهل كتير يعني. اسهل كتير. طبعا بتبقى اسهل. ولما يعني انا دخلت من صغري كده ومن وانا صغير قلت تبدا تاخد الخبرات من وانت صغير كده ربنا يكرمك بدري يعني ان شاء الله. عايز تحقق طموحات في التدريب بقى لانك حظك كان سيء انت بتقول مبطل 29 سنه فده حاجه والله بص انا مش شايف ان حظي كان سيء قوي لان انا يعني الحمد لله رب العالمين لعبت صغير كان لعبت وانا عندي 19 سنه او 18 سنه متصعد فريق قوي يعني فالحمد لله بدات صغير فانا مش شايف ان هو حظ سيء قوي. انا بطلت بدري لكن يعني الحمد لله عملت مسيره كويسه في الكوره ومع اتحاد الشرطه ومع الاهلي ومع المقصه والحمد لله يعني عملت حاجه كويسه في الكوره. بس يعني ان شاء الله باذن الله يعني انا متفائل خير ان انا في مجال التدريب ربنا يكرمني ان شاء الله اقدر احقق حاجات اكتر من حققتها وانا في بلعب ان شاء الله يعني باذن الله. باذن الله. طيب وانت موجود بقى في القطاع وفي اداره القطاع في مدينه نصر ايه اللي شفته اختلف دلوقتي عن لما كنت زمان في قطاع ناشئين؟ يعني انت طالع من المكان ده ومتصعد من قطاع الناشئين تحت لما رجعت نفس المكان تاني بعد السنين دي كلها طبعا الفكر والتدريب والحياه العامه بالنسبه للاعب الكوره اختلفت تمام حتى في البراعم تحت وقطاع الناشئين تمام لكن احساسك وانت في المكان ده بدات فيه ورجعت له تاني وانت مدرب
يعني حاجه جميله. وبس في الفرق بين زمان ودلوقتي او ايام ما كنت انا في الناشئين الاهلي ودلوقتي، لا يعني عارف اللي هو احنا كنا بنلعب في، انا كنت يعني او عن نفسي انا وفرقتي لما كنا بنلعب في الناشئين في انتماء، في حب للنادي، في ولاء للنادي، في المكان اللي انت فيه. دلوقتي الامور اختلفت شويه زي ما انت قلت، في مجال التدريب، في مجال الاحتراف، في مجال الفلوس، في الحاجات دي كلها، يعني بدات الامور تختلف شويه، ما بقتش زي الاول. الاول كنت انا حبك للنادي الاهلي بيخليك تعمل اي حاجه بالظبط، تلعب ببلاش، اعمل مش حاضر، اعمل حاضر، اعمل حاضر، بتنفذ وانت بتنفذ وخلاص. لكن دلوقتي بدات الامور تختلف شويه. لا انا عايز اطلع فريق اول بدري، انا لا عايز احترف، في استعجال، بقى في استعجال كتير قوي. انا عايز احترف، انا عايز اروح العب دوري ممتاز، فاهم؟ فلا الاول كنت يعني في حب رهيب للنادي اللي انت موجود فيه، ففي اختلاف يعني. دور المدرب بقى في ايه عشان يقدر يغرس ده في العقليه يعني اقول لك ايه، اللاعب وهو صغير حتى من اول ما كان براعم لغايه لما اتصعد حتى وصل قطاع ناشئين وشباب. ده اللي شغال يعني دلوقتي. دلوقتي انت انا يعني انا اللي انا اتربيت عليه في النادي من وانا صغير بشتغل عليه دلوقتي. التيشيرت اللي انت لابسها بتاعت النادي الاهلي دي مش اي حد يلبسها. مش اي حد يعرف يلبس التيشيرت الحمراء بتاعت النادي الاهلي. مش اي حد يعرف يشيل اسم النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي ده تقيل جدا. وصعبه على ناس كتير جدا. فانت لازم التيشيرت اللي انت لابسها دي تبقى عارف قيمتها كويس، عارف ان انت بتلعب باسم اكبر نادي في مصر وفي افريقيا. فبحاول ان انا او ان انا وكابتن ياسر نعلم الواد ان انت في النادي الاهلي انت تروح اي مكان تبقى راسك مرفوعه فوق، تبقى الناس كلها بيشاوروا عليك ده النادي الاهلي، ده لعيب النادي الاهلي. فدي لو اتغرزت جوه اللعيبه او قطاع الناشئين في النادي الاهلي هيكتسح كل قطاع الناشئين اللي موجود في مصر كله. كله. لكن لان دي نقطه مهمه جدا، انا جاي انا عارف انا النادي الاهلي، انا رايح العب ايا كان مين هو الفرقه اللي راح العبها ايا كان في مصر، انا راح النادي الاهلي وراح اكسب وماشي، مش راح اتعادل او راح اكسب وماشي. احنا انا متربي على كده، انا متعود على كده. دي رساله اللي بتوصلها للعيبه طبعا. لازم توصل للعيبه ان انت لابس حاجه مش اي حد في مصر يعرف يلبسها، لابس تيشيرت النادي الاهلي. فدي يعني انا بحاول انا وكابتن ياسر بنحاول نوصلها للعيبه اللي موجوده دلوقتي، والحمد لله رب العالمين في فرقتنا 2004 بنحاول نعمل كده وقدرنا الى حد ما نعمل كده الحمد لله. فالولاد بدات تفهم، بدات تعرف انا رايح العب هكسب وهاجي، هكسب ايا كان الفرقه راح العبها هكسبها واجي. ممكن يبقى في صناعه نماذج جديده زي اللعيبه المحترفين اللي موجودين في الخارج، يعني عندنا صلاح، عندنا تريزيجيه، عندنا حجازي. طبعا ممكن سهل قوي ان انت تصنع لعيبه، او اللعيب يبقى عنده الموهبه وانت تنميها له، مش تصنع يعني، لعيب يبقى عنده الموهبه وانت تنميها له. لما يبقى في لعيب ولد عنده موهبه انت تنميها له، هو وهو يحافظ عليها تقدر تصنع لعيبه كتير قوي، تقدر تحترف وتنجح زي صلاح وزي تريزيجيه وزي الناس دي كلها، وتحافظ عليه. طبعا لازم تحافظ عليه، لان اصل الموهبه دي عمله نادره. بالظبط. صعب جدا، صعب تلاقيها دلوقتي، صعب تلاقيها، صعب تلاقيها دلوقتي. فلو انت موجود الموهبه عندك وانت كمدرب نميتها له وهو الولد نفسه حافظ عليها، هتلاقي ان شاء الله ناس كتير قوي ناجحه في الاحتراف زي صلاح وتريزيجيه وكوكا والناس دي كلها ان شاء الله. وانت موجود في قطاع الناشئين كلاعب، الفكر التدريبي والشغل اللي في الملعب اختلف عن دلوقتي وانت مدرب؟ ولا نفس الحاجات اللي حصلت معاك انت مخزون بالنسبه لك وبتشتغل بنفس السيستم او موجود بنفس السيستم؟ لا اختلفت طبعا كتير، وفي دلوقتي حاجات كتير. انا يعني انا دلوقتي طول ما انا قاعد في البيت بحاول اذاكر، احاول اجيب تمارين جديده، احاول اجيب حاجات جديده اقدر اعلمها للاولاد. حاجات اختلفت يعني من زمان عن دلوقتي، لا اختلف كتير يعني. زمان كنا بنتمرن بطريقه، دلوقتي بقى في تمارين بطريقه ثانيه، في حاجات يعني حاجات بدنيه، حاجات فنيه، حاجات مختلفه تماما عن الشغل بتاع زمان. بتبدا يعني معظم المدربين بتبدا تقعد تذاكر، انا عن نفسي بقعد اذاكر كتير، بقعد اتفرج على تمارين كتير، اوروبا، انجلترا، برشلونه، الفرقه دي يعني بتبدا تجيب التمارين بتاعها تقدر تتفرج عليها. في حاجات مختلفه تماما عن زمان. طيب اتصعدت فريق اول في النادي الاهلي وخدت عدد كبير من المباريات، وفي التوقيت ده انا فاكر كان الكابتن حسام بدر هو مدير فني، لانه ابتدى يعتمد على مجموعه ما كانتش ظاهره قوي في الصوره. بالظبط. صح. تمام. احمد شريط قناوي، عبد الله فاروق، مصطفى شبيطه، شكري، احمد شكري، شهاب، بعديها انا بشويه عفروتو،
محمد سمير، احمد عادل، عبد المنعم، يعني مجموعه كبيره يعني. بالظبط. ويمكن شاركتوا انتوا في الموسم 2009 2010 طبعا. وخدتوا مساحه مشاركه اكبر شويه. بالظبط، اكبر بكثير. يعني خدنا مساحه، يعني انا عن نفسي شاركت الدوري كان 30، انا غالبا شاركت في حوالي 26 ماتش. ايه اللي حصل وقتها او فكره الدفع بالمجموعه الجديده دي في الانديه الاهلي ازاي؟ في ظل ان المجموعه اللي كانت الاساسيه اللي كانت بتلعب كانت موجوده برده، كانت لسه موجوده، كانت في الفرقه، بس كابتن حسام وقتها انا فاكر كان بيحاول يصنع لعيبه شباب مع النجوم اللي موجوده. موجود. يعني انا يعني انا في الفتره دي كابتن حسام، انا لما لعبت، لما دخلت ما دخلتش انا وشبيطه وشكري وعفروتو، لا دخلت في وسط احمد فتحي، حسام عاشور، الصقر، احمد حسن، تريكا، بركات، فدخلت خدت خبرات. بعدها بشويه مثلا شبيطه دخل، بعدها بشويه عفروتو دخل، فلا يعني كابتن حسام كان في يعني عنده ذكاء في الحته دي، ان هو ما دخلش لعيبه كتير جديده في الفرقه، لا بيدخل لعيب وياخد يلعب وسط الناس دي كلها، ياخد الخبرات. يعني الخوف، نسبه الخوف عنده كان طبعا 18 سنه 19 سنه، كنا لسه كنت لسه صغير، فعندك شويه رهبه طبعا من وسط النجوم الكبار دول كلهم، فحته الخوف بتاعتك بدات تروح، خدت الخبرات، فبدات تلعب من غير قلق. بالظبط، جنبك ناس يعني حاجه كبيره جدا، فبدات تلعب من غير قلق، خلاص انت اتعودت ودخلت وخلاص وخدت تمام. وكابتن حسام خلاص شاف ان انت تمام وكده مفيش مشكله، بدا يدخل واحد تاني ويخرج واحد، بدا يدخل واحد ويخرج، فكانت الامور يعني سهله. كان في حته ذكاء من كابتن حسام بدري في الحته دي، ان هو بيبدا هتلاقي يعني مثلا في ماتش الماتشات بتلعب، بلاقي نفسي انا بلعب وقاعد لي مثلا الصقر كابتن احمد حسن. فدي تبقى حاجه كبيره يعني، اللي هو بيديك ثقه، بتاخد ثقه في نفسك، يعني حاجه بتخليك انت بتنزل ملعب بتموت نفسك. كان مركزك الاساسي ايه في السنه دي؟ ما كانش ليا مركز. ما انت انا عارف انت اتنقلت كتير. يعني قبلها لعبت ديفندر، انا لعبت، بص من انا في الناشئين انا كنت العب مساك وانا في الناشئين. ده لو طلعت فوق ما لعبتش مساك خالص. لا لعبت ماتش، كان كابتن الجمعه اعترض في ماتش المحله، فانا رحت داخل مساك في الماتش ده، وانا في قطاع الناشئين كنت بلعب مساك، وبعدين رحت منتخب الشباب مع كابتن اسماعيل لعبت باك رايت، وبعدين جيت فرقه الشباب بتاعت الاهلي لعبت ديفندر، وبعدين طلعت مع كابتن حسام. كابتن حسام برده كان مسكني سنه في قطاع الناشئين، فكان عارف. فراح جاي اول ما بدات مع كابتن حسام بقى ابني باك رايت. وبعدين كان اينو جاله صليبي ومش احمد فتحي توقف وبتاع، داخل في نص الملعب، واحمد علي لعب باك رايت، وبعدين في الفتره كان سيد معوض وجلبرتو اتصابوا، فراح قال لي تعالى العب باك ليفت، فرحت رايح العب باك ليفت. طلع الجمعه في ماتش اتطرد، راح قال لي خش مساك، رحت داخل مساك. فيعني لا كنت لفيت كتير في الفريق. انت ازاي قدرت تلعب في كل المراكز دي في سنه واحده؟ يعني والله توفيق عند ربنا. يعني انت مش حاسس ان في تشتيت، لان كل مركز من دول ليه مهام مختلفه عن المركز الثاني؟ بص يعني كانت انا في السنه دي كانت نسبه التركيز بتاعتي كانت عاليه جدا، ما كنتش مركز في اي حاجه في حياتي غير السنه دي في الفريق. عايز تلعب وتظهر وتبقى بشكل كويس. عايز اطلع ان انا عبد الله فاروق، اطلع ان انا بلعب في النادي الاهلي فريق اول، فكنت نسبه التركيز فوق الوصف في السنه دي، فكان كل مركز كابتن حسام كان بيحطني فيه كنت ببدا اركز فيه قوي واعرف المهام بتاعته ايه بالظبط عشان ابدا انفذها في الملعب. والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني في كل مركز لعبت فيه اديت فيه بشكل كويس، والحمد لله يعني رب العالمين ظهرت بشكل كويس. كانت من اصعب المباريات اللي بتلعبها كانت مين؟ يعني لعبته في الدوري ماتشات كتير وفي الكاس بالنسبه لي. بالنسبه لك انت يعني كان اول ماتش الاهلي والزمالك قمه. دي اصعب مباراه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي كانت يعني اول مباراه اهلي وزمالك قمه، بتلعب واستاد القاهره كله متقفل، يعني انا اول ما حطيت رجلي في الملعب انت عارف جمهور الاهلي طبعا. طبعا حاجه كبيره جدا. وفي استاد القاهره. بالظبط، فانا يعني عارف اللي هو حطيت رجلي وبعدين سمعت جمهور الاهلي، فعارف اللي هو ايه، عايز ارجع رجلي هو ضغط شويه. فبعد كده لقيت بقى الحماس راح واخدني ورحت نازل الملعب، فالجمهور قاعد ينده عليك، فخدت ثقه. فلا يعني كانت في بدايتها كانت صعبه، بس بعد كده اول خمس دقائق 10 دقائق قعدت المباراه، كانت يعني يمكن من اسهل المباريات. لكن في بدايتها كانت صعبه عليا. لسه صغير واول سنه ومباراه قمه والاستاد متقفل، يعني الحمد لله. قعدت فيها كام بطوله السنه ديت؟ كان دوري وكاس، السوبر راح مننا. الثنائيه؟ مع السوبر ده ليه حكايه يعني. السوبر راح مننا. كانت افريقيا، كان دوري تاني غالبا يعني، الدوري التاني برضو، يعني حوالي اربع خمس بطولات في السنه. اربع خمس بطولات. الكاس ضاع منكم ازاي؟ ماتش الكاس، ماتش السوبر قصدي. هو نهائي الكاس كان مع الحرس. صح؟ لا الحرس كان بيلعب الزمالك وكسب الزمالك في نهائي الكاس، واحنا خدنا الدوري.
فكنا بنلعب الحرس في السوبر. في السوبر اه بالظبط كده تمام. وضاع الماتش السوبر ده بالنسبه لك بقى كان غريب ليه؟ غريب لان في المقابل عبد الرحمن فاروق اخوك بيلعب في الحرس، وكانت من اللعيبه اللي مكسره الدنيا في حرس الحدود في التوقيت ده على فكره مع الجيل موجود محمد حليم ومحمد مكي وعمر الدالي واحمد كمال، ولا كانت لعيبه كابتن احمد ايوب ساعتها كان هو كابتن الفريق، فكانت فرقه طبعا. فعبد الرحمن لما كان بيلعب في الحرس كان اساسي، وانت كابتن حسين في التوقيت ده كان بيعتمد عليك. ايه اللي كان بيحصل في الملعب؟ يعني انت بتلعب قدام اخوك اولا من قبل الملعب في المعسكر وانتوا في البيت؟ لا ما كنتش بتصل بيه في المعسكر خالص. لا كنتش بتصل بيه. طب قبل نقله المعسكر في البيت يعني اللحظه الاخيره بنحاول نلطف الامور شويه يعني قبل ما تسيبه يعني بنحاول نلطف الامور شويه ما بيننا وبعضين، عارف اللي هو ايه، ما بنشدش بعض يعني وبتاع. هو ايه يقعد يهزر انا اقعد اهزر شويه وبتاع، لكن في المعسكر ما كنتش بتصل بيه ولا هو كان بيتصل بيه يعني كنا مركزين. لكن في الماتش بتبقى يعني عارف اللي هو انا في ماتش في الدوري في الماكس كنا بنلعب، كنت انا بادئ باك رايت وهو بادئ باك ليفت يعني على خط واحد قصاد بعض على خط واحد وبعدين هو كان ميكي اتعور فراح هو ناقل باك رايت والدال نزل باك ليفت وانا كنت بلعب باك رايت، ففضلت زي ما انا شويه فكنا متعادلين. ففي اخر الماتش راح كابتن حسام راح مطلع ايمن اشرف وراح ناقلني انا باك ليفت، ده قال لك وراك وراه فاهم اللي هو راح خليك وراه وراه ناقل لي باك ليفت برضه نفس يعني انا سيبته هنا او هو سابني هنا رحت رايح له الناحيه الثانيه فاهم. فكانت لا الامور صعبه يعني كنا بنضرب بعض يعني عارف اللي هو بص كان لا يعني عارف اللي هو انت انا مش اخويا الكبير وانا مش عارف طب اخش جامد طب ده بلعب على بطوله طب اعمل ايه؟ فعارف اللي هو مش عارف يعني انت مش عارف تعمل ايه بس في الاخر طب هو كان بيراعي حاجه؟ يعني هو بيدخل عليك انت اصغر منه عارف اللي هو يعني هو كان عنده حته الحنيه عني شويه عشان برضه الجمهور ما يزومش عليك قوي لا هو عبد الرحمن يعني حتى في حياتنا العاديه هو لا هو حنين عليا قوي فهو كان في الملعب برضه عنده حته الحنيه شويه فاهم اللي هو ايه ما ادوس فيه لا يعني انا اقول ادوس انا اخبط انا العب انا يعني العب جامد انا متعود انا مش عارف كابتن حسام هيزعق لي هو الكبير فاهم لكن هو عنده حته حنيه شويه هو هيجي الكوره مثلا هيدوس فيا وبتاع فلاقيني انا شايل رجله سنه بس برضه بيحط رجله بس شايل راسه لا هو عبد الرحمن يعني عنده حته الحنيه دي موجوده عنده من زمان يعني معايا انا بالذات يعني حتى في حياتنا العاديه في البيت في لحد دلوقتي يعني ده الماتش الوحيد اعتقد اللي عبد الرحمن تفوق فيه في السوبر ده هو يعني هو اللي حتى اللي جاب ضربه الجزاء الاخيره يعني الماتش خلص تعادل بينا كان 1-1 وكنا لعبنا ضربات جزاء فاحنا ضيعنا البلين مش فاكر مين ساعتها كان ضيع وهو كان اخر ضربه الخمسه للحرس الحدود الاخيره اللي هو لو جابها خلاص خدوا البطوله لو ضيعها تعادلنا داخل حاطط البلين وراح واخد الكاس وخلاص وخلاص في البيت اتعامل ازاي معاك يعني هو راح وعلى الكاس هو مروح مع الكاس لا انا روحت نمت دايما في المعتاد انا اقصد ايه دايما في المعتاد اللعيبه الاخوات بيبقوا دايما في فرقه واحده ودي حصلت في مواقف كتير قليل جدا لما بيكون لاعب وصد اخوه في فرقه تانية انت في فرقه وهو فرقه ويمكن حنا في مره في كذا مره كده وصفناها في عدد معين من اللعيبه كان اخرهم مثلا صالح جمعه وعبد الله جمعه تمام لكن الفكره ان الناس برضو ناسي فكره عبد الله فاروق وعبد الرحمن فاروق لان كانت بتتكرر غير في مرتين او ثلاثه في الموسم واوقات لو انت مثلا مش بتلعب عبد الرحمن اللي بيلعب فكانش بتظهر قوي للناس بس هي مباراه السوبر تحديدا كانت ظاهره قوي ان هو كابتن حسام وقتها كانت بطوله وكل ما عبد الرحمن ينقل مركزه كان بيوديك لمركز كنت انا اروح طب ايه وجهه النظر او هو انت قلت له طب اشمعنى يا كابتن حسام بقى مركزي مش ما انا يعني مش كده اتكلم معاه لان هو كان شايف ان يعني في الوقت ده كنت يعني الحمد لله كنت مقدم عامل ماتش كويس وبتاع وايمن كان اقل شويه وهو كان عايز يهاجم فراح ناقلني ناحيه الشمال عشان نهاجم من ناحيه الشمال شويه وينزل واحد في نص الملعب عشان نزود الهجوم فيعني فلا يعني هو ما كانش قاصد ان هو يحطني قدامه لكن هي نقلت يعني هي صدفه كده يعني هي بقت صدفه يعني عملت صدفه بس الصدفه ما كانتش صدفه كانت صعبه كانت صعبه والله هي باينه عليك لغايه دلوقتي يعني هي كانت صعبه بس يعني كانت صعبه عليه هو اكتر مني شويه لان هو عنده يعني هو كبير بقى احنا عليه شويه الكبير طيب عبد الرحمن لسه بيلعب ما اعتزلش عبد الرحمن السنه دي في المولين راح المولين السنه دي راح اول سنه ليه في المولين مع كابتن عماد السنه اللي فاتت كان في الانتاج كان حوالي سنتين او ثلاثه كان سنتين غالبا كان عامل سنتين كويسين جدا مع كابتن مختار وكان ظاهر بشكل كويس قوي والسنه دي بدا يروح المقاولين ويعني لعب اول ماتشين غالبا والماتش اللي فات ما لعبش
فيعني ربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابات ان شاء الله يعني ويكمل على خير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الله. طيب وقت ما فاز هو بالسوبر خد مكافاه؟ اكيد طبعا. ايه اللي حصل؟ لا هو خد المكافاه بتاعته بقى بتاعه وجالي البيت و يعني كان عايز يديني حاجه مكافاه. لا يعني هو كان مبسوط وانا يعني انا على قد ما انا كنت زعلان طبعا بس انا فرحت له ان هي كانت غالبا ثاني بطوله ليه اول بطوله ليه فانا فرحت له يعني حتى كنا بعد الماتش عملنا لقاء انا وهو مع بعض وهو كان ماسك الكاس جنبي وانا واقف عايز اسيبه وامشي سيبني بقى عشان مش هينفع بس لا يعني انا جاب الكاس وقف بيه تحديدا جاب الكاس وقف جنبي وجاب القناه وقعد نعمل الحوار احنا الاثنين مع بعض بالكاس يا عبد الرحمن انا مش عارف لا يعني فلا يعني كانت فتره كان مميزه لا كانت صعبه بس كانت حلوه يعني هي كانت صعبه عليا شويه او عليه بس كانت انا كنت مبسوط بيها جدا وهو يعني كان مبسوط بيها جدا والحمد لله رب العالمين ربنا يكمل على خير عليه ان شاء الله ويبعد عنه الاصابات ويكمل على خير يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب فتره مشاركتك مع الفريق الاول بقى في الفتره ديت انت هتقولي من امتع المباريات كانت مباراه الزمالك طبعا لكن بطوله مش قادر تنساها او بطوله انت شايف ان انت كان ليك دور كبير جدا في المشاركه فيها الدوري كان الدوري العام دوري الدوري السنه اللي انت لعبت فيها حاجه و20 مباراه انت قلت لي حوالي 26 ماتش وكل ماتش انت مش عارف انا مش عارف هلعب فين يعني كل ماتش انت مش عارف انت هتبقى موجود فين هتلعب في نص الملعب ولا هتلعب باك رايت ولا هتبدا ديفندر ولا هتبدا مساك يعني فكانت يعني انا في معسكر فانا بكره المفروض هبدا بس هبدا فين لسه ما تعرفش بتعرف في المحاضره فلا يعني انا من الامتع البطولات اللي خدتها بطوله الدوري طبعا بطوله الدوري العام طبعا. طب البطوله الافريقيه تجاربك مع البطولات الافريقيه ابرز التجارب الرحلات السفريات المباريات كان عندنا مباراه في زيمبابوي دينامو زهراري غالبا 12 ساعه سفر ده العادي اللي هو ايه ده العادي ده يعني عارف بس عارف اللي هو ايه بتنام وتصحى وفي الطياره وتنام وتصحى يعني ولسه الوقت ما خلصش فبتبقى عارف اللي هي سفريات افريقيا بتبقى صعبه شويه بتبقى عارف بالذات افريقيا زيمبابوي وزامبيا الحته دي بتبقى الساعات بتبقى طويله شويه فبتبقى صعبه شويه يعني. جيلكم كان بيتغلب عليها ازاي؟ لا احنا كنا الجيل بتاعكم ده كان ليه مواصفات او ليه كواليس كده مختلفه شويه بص احنا يعني احنا كنا في الفتره دي في كان معانا لعيبه كبيره قادره ان هي تلم الفرقه كلها فكنا مع بعض في كل حاجه نصلي بنروح نصلي كلنا مع بعض يعني هنهزر ان كلنا مع بعضينا بنلعب مثلا واحد جايب لعبه مع في طياره كوتشينا مش عارف ايه الحاجات اللي هي اللعب دي فكلنا مع بعضينا فما تبقى الجو اسري وبتبقى الفرقه كلها ملمومه مع بعض فبتعدي الوقت بسرعه وبتقدر تلم الحاجات دي وبتقدر في الماتشات كمان لما بتبقى خسران اللعيبه الكبيره بتقدر تلم الامور وتلم وبتقدر تتعادل وبتكسب فالفتره دي كنا يعني الحمد لله رب العالمين كنا معانا لعيبه وكبيره قادره ان هي تلم الفرقه كلها وجو اسري كان حاجه جميله يعني في التوقيت ده انا فاكر كان في صداقات كبيره جدا من لعيبه الاهلي ولعيبه الحرس يعني انا فاكر في التوقيت ده كان محمد مكي كان ليه اصدقاء كتير في فرقه الاهلي كان ابرزهم مثلا احمد صديق يعني كانوا مع بعض كنت انا وعبد الرحمن وانا على فكره عايز اقول لك ان انا يعني في برضه في السنه دي او السنه اللي قبلها كنت بروح عبد الرحمن التمرين يعني في فتره كده انا رايح التمرين طب خدني اجي معاك هو اقعد بره والتمرين شغال وهو شغال وكان طارق عشري شغال في الملعب وانا قاعد بره بتفرج على التمرين بالك قد ايه ما كلمتوش لا انا طول بكلمه على طول بيتكلم لا كل يوم يوميا لازم عبد الرحمن لازم اكلمه يا عبد الرحمن الو الو عبد الرحمن فاروق لاعب نادي حرس الحدود السابق والمقاولين العرب الحالي برحب بيك شقيق عبد الله فاروق ازيك اخبارك ايه الحمد لله استاذ محمد ازي حضرتك عامل ايه الله يخليك تمام تكسب منه السوبر ينفع كده هو عبد الله طبعا عنده بطولات كتير جدا اه بص بقولك عندك بطولات كتير يعني سيب له بطوله والله يعني وحيد اتفضل عبد الرحمن تمثل حضرتك طبعا استاذ محمد ازي حضرتك عامل ايه الله يسلمك عبد الله اخبارك ايه تمام يا بود الحمد لله ربنا يخليك حبيبي مباراه السوبر دي ما تتنسيش بالنسبه لك يا عبد الرحمن اكيد نعم مباراه السوبر تحديدا بالنسبه لك هتلاقيها تنسى يعني طبعا طبعا انت اللي شايط البال الاخير هتنساها ازاي بطوله كبيره طبعا من نادي كبير زي النادي الاهلي وكان فريق قوي جدا ساعتها فطبعا ليها طعم تاني غير اي بطوله يعني تمام طيب قول لي الطبيعي
او في الغالب يعني معظم الاخوات لما بيكونوا مع بعض بيلعبوا كوره الغالبيه بنسبه 70 80% بيبقوا مع بعض في نادي واحد. في استثناءات ممكن يكون واحد او اثنين او ثلاثه يعني العدد قليل جدا، حتى لما قلنا حصر في فترات سابقه عدد قليل، شمس حامد، بدر حامد، اهله وزمالك، صلاح جمعه وعبد الله جمعه اهله وزمالك. لكن بدايه عبد الرحمن وبدايه عبد الله وانت عبد الرحمن الاكبر شويه، ليه ما بداتوش في مكان واحد او الظروف ازاي ساهمت ان انت تكون في مكان وعبد الله في مكان ثاني؟ لا والله احنا يمكن فعلا بدانا في مكان واحد زي ما حضرتك بتقول. انا وعبد الله كنا ناشئين النادي الاهلي. لعبنا فتره كبيره يعني مع بعض في قطاع الناشئين، بس طبعا كنت انا اكبر منه. كان فريقي فريق 84، كانت صرحوا الفريق كله واحنا عندنا 17 سنه. 17 لكن سنه عبد الله لكن عبد الله قدر يكمل لغايه الفريق الاول، والحمد لله لعب فتره كبيره جدا في الفريق الاول. وانا بقى اتنقلت من النادي الاهلي طبعا، رحت حاره الخلود. تمام. قعدت فيه فتره كبيره جدا، وكانت بدايتي يعني في الدوري الممتاز مع نادي حاره الخلود. كانت انطلاقه مختلفه بالنسبه لك عبد الرحمن. يعني شويه بس الحمد لله يعني. بيضحك ليه؟ لا طبعا اي حد حلمه كان ان هو يكمل في قطاع ناشئين النادي الاهلي ويوصل للفريق الاول، فده كان حلم طبعا بالنسبه لي. ولكن الحمد لله رب العالمين يعني ربنا عوضني خير، والحمد لله لعبت في الحرس واتنقلت في موحة واتحاد السكندري والانتاج الحربي وحاليا في المقاولين. ماشي، بس ابرز فتره انت لعبت فيها كانت فتره الحرس. طبعا ما فيش شك. فاكر الجيل وقتها؟ كنا لسه بتكلم مع عبد الله في الجيل اللي موجود في الحرس وقتها، احمد كمال، احمد ايوب، محمد حليم، محمد مكي، احمد عيد عبد الملك، كابتن عبد الحميد بسيوني، كابتن بسيوني. بالظبط، ناس كتير جدا يعني. طبعا الجيل ده كان يعتبر الجيل الذهبي لنادي حرس الحدود، حققنا فيه 3 بطولات مع النادي. 3 بطولات. طيب قول لي مع عبد الله في الملعب، يعني صدفه في مباراه السوبر كانت في مواجهات مباشره وخاصه ما بين عبد الله ومعاك، كانت التعامل ازاي؟ انا سالت عبد الله وجاوبني وهو شكر فيك، قال انت الكبير فكنت حنين شويه عليه. فايه الاخبار يعني؟ والله يعني بص انا يعني في الماتش ده انا كنت عبد الله طبعا بيمثل نادي كبير وفي جمهور كتير جدا مستنيه، طبعا عشان كده النادي مش جماهيري، نادي حرس. فانت بتراعي ده طبعا. طبعا انا عارف الضغط اللي عليه، لان انا طبعا يعني ايه لعبت قبل عبد الله في الدوري الممتاز، فعارف الضغوط اللي بتبقى موجوده، وخصوصا من اللاعب اللي بيلعب بتيشيرت النادي الاهلي. يعني يمكن دي حاجه كلنا عارفينها، يعني تيشيرت النادي الاهلي بيبقى مش اي حد يقدر يلبسه ويلعب فيه. الموضوع بيبقى مختلف من لعيب للتاني، فالموضوع بيبقى فعلا فيه لود شويه من الجمهور، من تيشيرت النادي انت مطالب دايما تاخد بطوله، مطالب دايما تكسب الماتش اللي بتلعبه. فطبعا دي كلها كانت ضغوطات، وده بقى كان ماتش نهائي بطوله يعني. فعبد الله كان الموضوع بالنسبه له، بس هو ما شاء الله كان كويس جدا في الماتش ده يعني، ادى اداء كويس جدا ولعب في كذا مكان. فتحسب له يعني طبعا ان هو قدر يتحمل الضغوطات دي كلها، وكان سنه صغير ساعتها. بس فطبعا هبقى انا كمان عليه. لا مش بالظبط كده، بالظبط كده. لا انت كمان لما غيرت المركز هو راح لك، يعني انت لما غيرت المركز فقلت خلاص بقى انا بعيد عنه، فمش هبقى في نفس الاتجاه، هو في خط وانا في خط. سبحان الله، فعلا جه لعب في نفس برضه المكان اللي انا كنت بلعب فيه شويه، فلعبنا على بعض شويه كده، فالحمد لله ان مفيش حاجات قويه او حاجه الحمد لله. الحاله في البيت بتبقى عامله ازاي يا عبد الرحمن؟ لا طبعا في البيت حاجه ثاني بقى، عبد الله اصلا حته مني يعني، هو اصغر مني ودايما كان مجالنا واحد وكان اتجاهاتنا واحده، فعبد الله يعني يعتبر انا مربيه يعني، هو مش اخويا بس عبد الله كل حاجه يعني بالنسبه لي. تمام. طيب المقاولين العرب بالنسبه لك بقى خطوه مختلفه شويه، بس مشاركاتك قليله شويه يا عبد الرحمن الفتره الاخيره صح؟ لا والله انا احنا لعبنا 3 ماتشات بس في الدوري، يمكن شاركت 2 ماتشين. الماتش الثالث كنت بديل بس ما نزلتش طبعا لظروف الماتش، احنا جبنا جون في اخر دقيقه خالص في الدقيقه 90، فنزل كل المهاجمين اللي معانا، فانا طبعا ما نزلتش يعني. تمام. بس هي طبعا خطوه جديده وتحدي جديد، نادي المقاولين نادي كبير طبعا، من اقدم الانديه اللي موجوده في مصر، وعنده برضه طموح كبير جدا السنه دي ان هو يبقى موجود في المربع الذهبي، وده يمكن طموحنا كلنا كلاعيبه يعني وجهاز، متفقين من اول السنه ان احنا ان شاء الله مكاننا يكون من ضمن الاربعه الكبار، مع ان الموضوع صعب جدا، بس احنا يعني في تحدي قوي جدا يعني. انت لو حسبتها برضه هتلاقي الاهلي والزمالك وبيراميدز دول في مكان تاني غير بقيه الفرق. المنافسه صعبه والمباريات قويه والكوره بقت اصعب من زمان على فكره، الكوره بقت اصعب، الدوري المصري بقى اصعب. طبعا. فالمركز الرابع لو بصيت هتلاقي بينافس عليه انديه كتير جدا جدا يعني، حوالي 7 أو 8 أو 9 انديه بينافسوا على المركز الرابع يعني، كلهم عندهم الطموح ده. فالموضوع صعب، لكن احنا في تحدي وان شاء الله ربنا يكرمنا فيه.
باذن الله. عبد الله في رساله تحب توصلها له؟ لا انا جاي لك يا بطل، انا خلص وجاي. لا استناها بقى. ربنا يكرمك ان شاء الله يا بطل، ان شاء الله وتعمل موسم كويس كده وتقدر تحقق اللي انت عايزه، يبعد عنك الاصابات اهم حاجه ان شاء الله يعني. ربنا يخليك يا عبد الله. حبيبي يا بطل. عبد الرحمن فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك يا رب في مشوارك مع المولين العرب، بدايه وخطوه جيده ان شاء الله في نادي كبير، نادي المولين نادي كبير، فان شاء الله تكون موفق معاهم وتحقق طموحاتك باذن الله في نادي المولين العرب. عبد الله يعني الناس دايما في الكوره بتبص على الملعب بس، ما بتشوفش التفاصيل اللي موجوده دي، يعني ممكن يكون ناس قليله جدا اللي عارفه ان عبد الله فاروق لاعب النادي الاهلي كان اخوه عبد الرحمن فاروق اللاعب في حرس الحدود. ففكره اللعيب واخوه لو بيلعبوا في انديه متنافسه مع بعض مش في نفس النادي، الحالة في البيت بتبقى صعبة ولا سهلة ولا لا؟ يعني بص في البيت على حسب ما انت متعود. انا متعود انا وعبد الرحمن ان يعني زي ما هو قال لك كده احنا مع بعض من صغرنا، هو حتى كان معانا في قطاع الناشئين، يعني انا نسيت اقول لك هو في قطاع الناشئين في الاهلي، بس هو حظه الوحش ان هو كان هو فاكر التنسيق يعني هو فعلا فهو كان جيل 84، فالجيل ده كله مشي وعمره 19 سنة، حظه كان سيء وقتها حظهم يعني يعني قال لك الغي الفرقة دي، لا يعني في القاهرة نفسها كلها لغوا ال 84، المنطقة لغت المسابقة بالظبط، فراح النادي برضه لغي المنطقة المواليد ديت يعني. فاحنا من صغرنا انا وهو على طول مع بعض، خلاص داخلين في مجال الكوره فداخلين في كل حاجه مع بعض يعني. احنا يعني على طول مع بعض، حتى هو على طول كلامه معايا توجيهات، لا احنا هنعمل كذا، احنا لا مش عايزين نعمل كذا، هنعمل احنا هنروح مثلا نعمل ايه يعني، على طول مع بعضينا في كل حاجه. مزبوط. انا وهو على طول مع بعضينا في كل حاجه، فاحنا يعني بالنسبه لي انا وعبد الرحمن الامور مختلفه تماما شويه، ان احنا قريبين قوي من بعض، فاحنا فكرنا قريب من بعض، ف يعني يمكن غالبا انا هو نفس الشهر، انا خمسة هو انا في اخر خمسة هو اول ستة، فقريبين من بعض، التفكير قريب من بعض شويه. الفرق كام سنة؟ ثلاث سنين لكن هو يعني على طول مع بعض، فاحنا في البيت الامور مختلفة، في البيت خلاص احنا خرجنا من شغلنا، خرجنا من الملعب، ساعات بسمع مواقف بتحصل كنت بسمع ساعات مواقف بتحصل سواء حتى ليك او باللاعيبة تانية مثلا. لا انا بقول لك انا خلاص خلصنا شغلنا، فاحنا بنخرج انا يعني انا بص انا الصغير، فانا الدلوعة شوية، فانا بقى اقعد اغيظه، لكن هو عمره ما عملها يعني هو عمره ما عملها معايا، لكن انا مثلا لما اكسبه تعالى. بس هي الفكره في البيت، البيت يواسيك ولا يفرح ليه ولا هيبقى الوضع عامل ازاي؟ يعني يخش هو يفرح معاه شويه بعد كده يجي يواسيك انت شويه؟ لا ما هو بص يعني الحاج والحاجه هم يعني بيبقى في موقف صعب يعني، حتى في الماتشات لما انا حتى رحت الشرطه وهو كان في الحرس، فكانوا بييجوا الاستاد يقعدوا، طب انا شجع عبد الله، طب نشجع عبد الرحمن، طب نروح لعبد الله شويه، طب نروح لعبد الرحمن شويه، فالامور بالنسبه لهم كانت بتبقى عارف اللي هو ايه، بيحاولوا يخلوا الموضوع بحياديه شويه فاهم، بس يعني بتبقى باينه اللي هو ان انا عشان انا الصغير فانا اللي دلوع، فبيروحوا جايين في صفي شويه بقى دلوقتي. بعدين لما بخسر يعني انا عشان انا من صغري متعود ان انا عمري ما بخسر في النادي الاهلي بالظبط يعني انا متعود ان انا رايح على مكان هكسب وهمشي، فانا لما كنت بخسر كنت بيبقى يوم ما يعلم بالله ربنا، وشي مقفول، مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش كلام، محدش بيكلمني خالص، باخد جنبي مع نفسي، اقعد في الاوضه كده لوحدي، ما حدش يتكلم معايا بقى. فهم فعبد الرحمن هو الوحيد اللي كان بيخش، هو الوحيد اللي كان بيجي لي يقعد يتكلم معايا في خلاص وبتاع، وربنا والماتش الجاي ربنا يكرمك وتكسب وتعوض، فهو الوحيد اللي كان يروح بيعرف يخش لي، هو الوحيد اللي بيعرف يتكلم معايا، هو يعني عارف المداخل بتاعتي والمخارج بتاعي، عارف كل اموري وتفاصيلي الصغيره، فهو الوحيد اللي كان بيعرف يخش لي. فلما كان بيخش خلاص يعني اقعد يتكلم معايا مثلا 10 دقايق خلاص الموضوع خلص وخلاص كده الموضوع بالظبط فاهم. لكن يعني بنحاول كنا نبعد خلاص، شغلنا خلص، الملعب خلص، اتمرنا كويس الحمد لله، ربنا كرمنا الماتش كويس، بنحاول في البيت نعيش الحياه بتاعتنا الطبيعيه، اخوات واخ كبير واخ صغير والحياه دي. طيب الكرة بتتفرج عليها دلوقتي شايفها ازاي؟ يعني الدوري دلوقتي بالمستويات الفنية بالإمكانيات اللي موجودة فيه، شايف الدوري ازاي وشايف المنافسة ازاي وشايف الفرق ازاي؟ الدوري دلوقتي بقى أصعب، دلوقتي الكرة زي ما قلت لك بقت احتراف، بقت فلوس احتراف بقت اللي يدفع أكتر، يعني أنا عايز فلوس، أنا مش منتمي للنادي ده، أنا عايز ألعب هنا عشان أخد فلوس مثلا، يعني أنا عايز ألعب هنا يعني في الوقت بتاعنا كان ابو تريكه بيطرد عليه ملايين الملايين بره، يقول لك انا عايز النادي الاهلي، يعني كان في انتماء. دلوقتي خلاص انا بلعب في بيراميدز مثلا، جالي فلوس اكتر في الاتحاد بروح رايح الاتحاد، جالي فلوس اكتر في سموحه بروح، بقت الامور بقت فيها احتراف شويه، فبقت الامور اصعب، بقى الدوري اصعب، بقى يعني في فرق كتير بقت كويسه،
في فرق كتير عندها لعبة كويسة. فالأهلي والزمالك وبيراميدز مثلا والمقاولين والاتحاد والإنتاج والسموحة يعني واسماعيلي وإنبي، يعني مش عايز أنسى حد، لكن بقت في كل فرقة بقى في لعبة كويسة، فبقى كل ماتش بقى صعب، مش ما بقى السهل بقى أصعب بقى أصعب. بتروح تلعب لعبة كويسة وتلعب فرقة كويسة في ملعبهم، فالأمور بتبقى مختلفة، فبتبقى الأمور أصعب شوية. السنة دي أنا شايف النادي الأهلي لا فارق، وان شاء الله هيعمل يعني هيعمل حاجه كويسه افريقيا، وان شاء الله دوري وكاس، يعني مستر فايلر عامل شكل كويس، عامل فرقه كويسه، عامل بديل كويس، عامل حاله كويسه جوه النادي. فالسنه دي يعني ان شاء الله احساس كده باذن الله ان النادي الاهلي هيفرق كتير عن بقيه الانديه اللي موجوده. وانت بتلعب مع جيلك، كان مين اقرب اللعيبه ليك او معاك في الغرفه على طول؟ كنت عاشور كابتن الاهلي دلوقتي. عاشور لحد دلوقتي، اصل عاشور برده من زمان، عاشور اكبر مني بسنه، فمن زمان برده من الناشئين يعني، كنا انا وهو مع بعض. كنا ساكنين في منطقه واحده، فكنا بنروح النادي مع بعض وبنرجع النادي مع بعض، فمن واحنا صغيرين لحد دلوقتي يعني الامور الحمد لله متواصله والامور تمام. وفي وقتها كان هو بقى وكان هو اقرب يعني الناس، بس احنا كنا يعني كنا المجموعه اللي هي الصغيره دي برده كنا قريبين من بعض شويه، يعني اللي هو لسه طالعين انا وشبيطه وعاشور واينو، كان معانا احمد عادل، محمد سمير، شكري، عفرته، فكنا مجموعه كده صغيره كده مع بعضينا بنقلب المعسكر. ما هي كانت مجموعه احمد حسن. ايوه بالظبط كابتن، كان لوبي كده كان متعذب. بالظبط كابتن احمد حسن راح واخدنا كده وقاعدين مع بعضينا كنا نقلب المعسكر شويه. طيب عايز اتكلم معاك بقى عن الدوري السنه دي. انت لسه بتتكلم عن فريق النادي الاهلي ماشيه بشكل كويس، وفايلر مع اللعيبه اللي موجوده عاملين اداء متفائلين بيه ان شاء الله للفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. تشعر ان المسابقه السنه دي هل المنافسه هتوصل لاخر مرحله اخر اسبوعين، ولا شايف البدايات دي هتبقى مؤشر للنهايات؟ يعني البدايه فرقه بتكسب 3 مباريات بتسع نقاط بتجيب 10 اهداف، فرقه بتكسب بالعافيه وتعادلت ماتش، فرقه برده نفس الفكره بتنافسك زي بيراميدز وزي الزمالك برده الاداء نفس المستوى، هل البدايات دي هي هتبقى منعكسه للنهائيات في اخر مباريات ولا لا؟ لا لسه مشوار طويل ولسه لا. البدايه هو المشوار طويل، بس البدايه بتفرق. لما انا هبدا، لما انا كنادي اهلي ببدا بثلاث ماتشات بثلاثه مكسب باهداف 4 و5 و3 بتفرق. والفرق الثانيه اللي هي المفروض اللي هي بتنافسك تعادل ماتش خساره ماتش مش عارف، بس لسه 31 مباراه لسه بدري، لكن البدايه بتفرق. لما بتبقى بادئ بشكل كويس هتنهي بشكل كويس، هتفضل يعني هتفضل ماشي. حتى احنا على طول بنقول للواد ايه، لما بتبدا بشكل كويس بتسمع للفرقه الثانيه. يعني انا مثلا بتعمل ضغط على المنافس. بالظبط، انا في فرقتي مثلا كان عندي اول ماتش في الدوري كان عندي بيراميدز، في بيراميدز كسبت 4، فلما بتجي لك الفرقه الثانيه يقعد النادي الاهلي كسب بيراميدز 4، فبيجي بيبقى قلقان منك شويه، بيبقى خايف منك شويه، فبيبقى بيبدا ما يهاجمكش، فبيبدا يراجع. فانت في الوقت ده بتضغط عليه، فلو ضغطت عليه بتجيب تكسب. فالعامل النفسي جزء من تجهيز المباراه. بالظبط، طالما انت خلاص الناس خدت فكره عن النادي الاهلي ان هو السنه دي مختلف تماما عن السنتين اللي فاتوا او الثلاثه اللي فاتوا، وبادي بشكل كويس ومعاه مدرب كويس ومعاه لعيبه كويسه، هيبداوا يقلوا شويه، هيبداوا يخافوا، يبدا يكش منك شويه. فانت لو هو كش منك وانت ضغطت عليه في الوقت ده خلاص انت خدت اللي انت عايزه. خدت اللي انت عايزه. فانا شايف ان شاء الله باذن الله السنه دي الاهلي يكمل زي ما هو ماشي بالشكل اللي هو ماشي بيه ده، لا هتفرق معاه في النهايات وهتفرق معاه في النص، مع ان مشوار طويل، لكن لو كمل زي ما هو ماشي كده هتفرق معاه ان شاء الله في بطوله الدوري وفي افريقيا وفي الكاس وفي كل البطولات. ايه اللي شايفه مختلف؟ لو انت كنت لعيب كوره وانت لسه يعتبر لسه في الملعب يعني، بس بتتفرج على الفرقه وحاسس ان في حاجه مختلفه. المختلف الاختلاف المدير الفني. المدير الفني عارف يوصل للعيبه، عارف يحبب اللعيبه فيه، عارف يخلي اللعيبه تنزل الملعب تموت نفسها عشان خاطره. يعني انت مش بتتكلم في فنيات، انت بتتكلم في امور نفسيه. في نفسيه وفنيات. يعني انا يعني هات حسين الشحات بتاع السنه دي وحسين الشحات السنه اللي فاتت. في فرق كبير، السنه دي ما شاء الله الله اكبر حاجه جميله. رمضان اجاي يعني اللعيبه، انا يعني الاحساس بيجي لي وانا بتفرج على ماتش الاهلي ان اللعيبه عايزه تنزل تموت نفسها عشان خاطر مثلا مستر فايز، تطلع اقصى حاجه عندها. بالظبط، الراجل بيتعامل معاهم نفسيا كويس، الشكل في الملعب الفني حاجه جميله جدا. يعني واضح وباين للناس كلها ان هو مدرب كويس، عنده فنيات عاليه، بيعرف يتعامل مع اللعيبه نفسيا كويس، بيقدر يخلي اللعيبه كلها تحبه، اللي بيلعب زي اللي بينزل، اللي بينزل بيموت نفسه اكتر من اللي كان موجود في الملعب. فالمدير الفني ليه عامل كبير قوي على اللعيبه وعلى الفرقه في الملعب. فني ونفسي وبدني، فانا شايف ان مستر فايلر عامل حاجه كويسه يعني. طيب احنا بنبص على الدوري مش في المقدمه بس، لا حتى في الوسط الجدول او حتى في الفرق الاخيره في المؤخره اللي بتنافس ساعات على البقاء في الدوري.
شايف ان عدد الفرق السنه اللي فاتت كان حوالي 10. يعني اكتر من نص الجدول كان بينافس على البقاء. ممكن نفس الظروف ونفس الامور ولا المره دي مختلفه؟ لا، السنه دي مختلفه. ممكن يكون في ناديين لا واضحين من بدري ان هم عندهم مشكله يعني في البطوله، غالبا باينين بدون ذكر اساميهم، يعني لسه بدون ذكر اسامي. في حاجات باينه ان لا، في مش زي السنه اللي فاتت، مش هبقى زي لاي حد اخر ماتش فيه 10 فرق ولا 8 فرق ولا 7 فرق، لا يعني في انا نوع نقطه يعني ممكن تطلع من المركز الاخير للمركز السابع او الثامن في الدوري. بالظبط. لا، انا السنه دي في حاجه مختلفه، يعني في فرق اقل شويه ما استعدتش كويس، ما جابتش لعيبه كويسه على المستوى، فلا السنه دي باين شويه ان يعني في فرق هتبان من بدري ان هي تحت. ممكن اللي هو الفرقه الثالثه اللي هتنزل هي دي اللي بقى فيها مشكله شويه، لكن مش هتبقى مشكله قوي زي السنه اللي فاتت. لكن الفرقتين بدون ذكر اسامي ان هم باينين ان هم ممكن من بدري يبقوا موجودين. طب ده معنى ايه؟ ان الدوري سهل يعني الدوري قوي صعب. ولا الدوري صعب؟ الدوري سهل ولا ايه؟ لا، الدوري صعب زي ما بقول لك، كل فرقه فيها لعيبه كويسه، يعني الفرقه اللي معاها فلوس بتجيب لعيبه كويسه. الامكانيات بالظبط. يعني كل فرقه معاها فلوس هتعرف تصرف، هتعرف تجيب لعيبه كويسه، هتلاقي عندها لعيب واثنين وثلاثه كويسين بيفرقوا مع الفرقه. فده مخلي الدوري صعب. فبالتالي الفرقه اللي لسه ما عندهاش امكانيات باين عليها من دلوقتي ان هي ما استعدتش كويس او ما جابتش لعيبه كويس. بالظبط. فباين من دلوقتي ان هم لا من تحت. باينين ان هم هيبقوا تحت. لكن الفرق اللي معاها في امكانيات باينه ان هي بتنافس، بتكسب ماتش، بتتعادل ماتش، مش عارف، بتكسب ماتشين، تتعادل، تخسر ماتش، باين. لكن الفرق اللي بتخسر باينه ان هي بتخسر. طيب عايز اتكلم معاك برضو في فكره المنتخبات الناشئين والشباب. اختم معاك في الجزئيه دي، لان احنا بنتكلم بقى في جزء القطاع الناشئين، وقطاع الناشئين ده مهم جدا عشان المنتخبات الشباب والفريق الاول حتى بعد كده. منتخبات الناشئين والشباب الفتره الاخيره كان عندها مشاكل في التحضير في بدايه الموسم، او المواهب او الامكانيات ما كانتش موجوده. يعني اخر بطوله افريقيه اتحققت في مرحله الشباب 2013 مع كابتن ربيع ياسين. على مدار 6 سنين بنشوف كل المنتخبات الناشئين والشباب بيخرجوا، وانت شغال في فرقه تعتبر تحت 16 سنه. 16 ناشئين. ايه المشكله اللي بتوصل للمنتخبات بعد كده؟ يعني انت عندك فرقه ممكن تكون كلها عناصر كويسه او نصها عناصر كويسه، لكن الفرقه الثانيه دي مش بتاعتك انت. بالظبط. بس المنتخب الشباب او الناشئين ايه المشكله اللي بتواجهه عشان يقدر يحقق او يقدر يعمل فرقه تتصعد بعد كده لغايه ما توصل للمنتخب الاول؟ بص، انا يعني انا مش عارف المشكله ايه بالظبط، لكن يعني ممكن غالبا ان ما يبقاش فيه دعم كويس من الاتحاد، ما فيش اهتمام بالمنتخب الناشئين كويس. ماتشات كتير اصلا. ماتشات كتير، سفر، معسكرات كتير، سفر كتير، الحاجات دي بتفرق مع اللعيبه لما بتلعب بطوله افريقيا مثلا. يعني انا مثلا لما اكون مسافر حوالي 10 12 سفريه افريقيا ومثلا وشمال افريقيا والحاجات دي، لما اجي العب بطوله افريقيه في بلد ايا كان ايه هي، ابقى خلاص انا راجل سافرت كتير ومتعود على الجو ده. لكن لما اكون انا اصلا ما لعبتش ماتشات وديه كتير او ما استعدتش كويس، اكيد مش هبقى كويس، مش هادي بالمستوى المطلوب في البطوله. مش هقدر احاول ان انا، يعني احنا لما كنا في الاهلي كنا بنسافر كتير، فخلاص عارفين الجو، انت يعني بتنام بتلاقي حشرات جنبك، فانت خلاص عارف، فاهم، عارف ان يعني خلاص، وانت اتعودت وعارف ان الامور كده، فانت بتبقى عامل حسابك وعامل بتبقى ظابط امورك، جايب حاجه عامل، فبتبقى عارف، فانت متعود، فبتروح تكسب، بتروح بتبقى بتعرف تتعامل مع لكن لما يكون واحد مش عارف الكلام ده وبيروح يتفاجئ بالكلام ده، فاكيد مش يعني هتفرق معاه في الملعب، هتفرق معاه نفسي، هتفرق معاه في حاجات كتير. بس انت في القطاع بتسافر وبتروح تلعب فرق ثانيه وبتشوف الملاعب، هل في عندنا مشكله في البنيه التحتيه؟ يعني الملاعب اللي بتروحوا تلعبوا فيها مش على المستوى، الفرق اللي بتلعبوها ما فيش اهتمام بالقطاع الناشئين بشكل كبير، فبالتالي في النهايه ما بيبقاش في قاعده. ما انت في النهايه انت برضه حتى فرقه الاهلي مواليد 2004 بتشتغل على المجموعه اللي معاك او بتصعد من الاصغر منك. او لو في اختبارات بتجيب، تمام، او لو في موسم شغال بتيجي تشتري من الفرق الثانيه، بتاخد من الفرق الثانيه. المعيار في درجه الشراء او المسافه ما بين كل هؤلاء التفاصيل، بص، الفرق الثانيه اللي يعني او انا بتكلم على فرقه 2004، انا لما رحت سافرت ولعبت وبتاع، يعني معظم الفرق بتبقى مش ما عندهاش الاهتمام بقطاع الناشئين زي النادي الاهلي. زي النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي انا في اهتمام كبير، في ملاعب كويسه، ملاعب وتغذيه واستراحه يعني حاجات كتير. لا، انت بتروح تلعب ملعب ترتان، يعني انا لما اكون ولد عندي 16 سنه بتمرن على ملعب ترتان وبلعب ماتشات على ملعب ترتان، يعني بدري صح. بدري هخلص بدري. فالاهتمام بتاع قطاع الناشئين بتاع الفرقه الثانيه ما بيبقاش زي النادي الاهلي. زي النادي الاهلي بالظبط. النادي الاهلي حاجه ثانيه مختلفه. النادي الاهلي ده كيان مختلف تماما عن اي حاجه ثانيه. اي حاجه ثانيه انت في ملاعب كويسه، في تغذيه كويسه، في راحه كويسه، في اهتمام باللعيبه،
فده حاجه. فانت لما بتروح تشوف الحاجات دي لا يعني بيبقى مش فيه اهتمام, بتروح تلعب على ملاعب ترتين, تروح تلعب على ملاعب تراب, يعني بتقابل حاجات صعبه صعبه جدا وما بقاش فيه اهتمام بقطاع الناشئين في الفرقه الثانيه. فانت يعني عارف اللي هو بيجي يرخم عليك وخلاص, اللي هو بيجي يقول لك انا بلعب النادي الاهلي فاعمل ماتش كويس عشان خاطر قدام النادي الاهلي وخلاص. اصعب الفرق اللي معاكم في نفس المسابقه؟ لا صعب الفرقه لسه, انا لسه بادي, انا عندي لسه لاعب اربع ماتشات, انا عندي ماتشات كتير انا لسه. بس الاسامي اللي معروفه بتلعبوا جمهوريه؟ انا بلعب جمهوريه, انا اهلي وزمالك اسماعيلي ام بي بيراميدز نفس شكل الدوري الممتاز. بالظبط هو اسامي الدوري الممتاز هي اللي موجوده في الدوري الجمهوريه بتاعنا لكن بيبقى الامور مختلفه. يعني بيراميدز فريق اول مش زي بيراميدز 2004 ده حاجه وده حاجه, ده فيه اهتمام كبير جدا وده ما فيش اهتمام, او مش ما فيش اهتمام, اهتمامه قليل شويه اقل بكتير من الفريق الاول. بتقصد بمقياس المنافسه في الدرجه الاولى لا مش بنفس الشكل في القطاع, مش موجود حسب على حسب بالزبط. كل على حسب الاهتمام بيهتم ازاي بالظبط, على حسب الاهتمام على كل قطاع الناشئين بيهتم بالناشئين بتاعته ازاي. فانت لما لو انت مثلا بتروح تلاعب مثلا دجله عاملين قطاع ناشئين كويس وبيهتموا وبتاع, فبتروح لا بتقابل ماتش صعب وبتعمل ماتش كويس يعني. لكن لما بتروح مثلا بتلعب ايا كان مين اسم تاني الاهتمام بتاع الناشئين مش قد كده, فلا بيبقى الامور سهله هما بس بيجي يرخموا عليك في اول ربع ساعه وبتاع بتجيب جون خلاص والامور سهله خالص وبتلعب ماتش عادي جدا وبتاع. بس طيب المنتخب الاولمبي عنده تصفيات افريقيه المؤهله لدوره طوكيو الاولمبيه, مصر معاها مالي والكاميرون وغانا, مع مجموعه صعبه اسماء كبيره جدا. وفي مراحل الشباب والناشئين اسماء اكبر لان تحت بيعملوا نتائج بيوصلوا حتى الاولمبياد او في كاس عالم ناشئين وشباب بياخدوا البطوله, بيبقى احسن فريق بياخدوا ميداليه اولمبيه بتبقى انجاز كبير بالنسبه لهم. شايف التصفيات ازاي وامكانياتنا وحضورنا وممكن نحقق مركز ونتاهل لطوكيو؟ في المنتخب الاولمبي ده بالذات انا شايف ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله نحقق حاجه كويسه, لان انت معاك منتخب كويس عناصر كويسه عناصر كويسه جدا كلهم دوري ممتاز كلهم معاك مدير فني خبرات كبيره غريب خبرات كبيره جدا وتاريخ وخد بطوله افريقيا مع منتخب الشباب جيل عماد متعب غالبا لعب كاس عالم الشباب يعني فعنده الخبرات وعنده يعني اللي هو يقدر يتعامل مع المواقف دي بشكل كويس. وبعدين البطوله هنا في مصر من القاهره في السلام بالظبط, فانت على ملعبك وعندك عناصر كويسه وعندك جهاز فني عنده خبرات انت في نفس الوقت معاك اسامي كبيره. بس انا شايف ان احنا باللعيبه اللي عندنا وبالجهاز الفني اللي عندنا نقدر نحقق المكسب. يعني انا غالبا اتمنى ان احنا نحقق البطوله لكن نصعد لا هنصعد ان شاء الله من ضمن الثلاثه الاول باذن الله ان شاء الله باذن الله نصعد هنصعد ان شاء الله. لكن المباريات شايفه ازاي؟ يعني هنبدا من مالي ثم غانا والكاميرون, شايف الترتيب ازاي؟ يعني هو مش وحش يعني مالي اقل اسم من غانا والكاميرون شويه, فانت لو بدايتك كويسه لا ربنا هيكرم. يعني هي البدايه بمالي دي احسن شويه من ان انت تبدا بغانا او تبدا بالكاميرون. اللي تبدا بمالي ربنا يكرمك ان شاء الله تعمل ماتش كويس في افتتاح البطوله بالجماهير بالناس, ربنا يكرمك تعمل ماتش كويس تقدر تاخد 3 بون, تقدر الماتشات اللي بعد كده تبقى اسهل بالنسبه لك كتير وتقدر تصعد تقدر تعمل اللي انت عايزه. الجيل ده محظوظ لان في مجموعه لعيبه في مصطفى محمد في صلاح محسن في رمضان صبحي في عمر حمدي ناصر ماهر في لعيبه الجيل محظوظ محمد طاهر كلهم دوري ممتاز كله دوري ممتاز من اول حارس المرمى مصطفى شوبير في مصطفى شوبير وفي محمد صبحي من اول حارس المرمى لحد الفرويد كلهم دوري ممتاز مصطفى محمد يعني كلهم ما شاء الله دوري ممتاز وبيلعبوا مع الانديه بتاعتهم الاهلي والزمالك اسماعيلي بيراميدز يعني كلهم بيلعبوا مفيش حد ما بيلعبش. فانا شايف ان هو يعني كابتن شوقي محظوظ ان هو معاه الجيل دوت ان هو يقدر يعمل بيه حاجه ان شاء الله باذن الله. عبد الله كلمه اخيره تحب تكتب بيها حوارك؟ كلمه اخيره انا والله يعني انا كنت مبسوط جدا جدا ان انا كنت معاك النهارده محمد والله العظيم الله يخليك. انا فعلا انت وحشني كتير بقالك كتير ما شفتكش والله يعني انا فعلا من اكتر الايام اللي انا كنت مبسوط بيها في حياتي او من اكتر البرامج اللي انا اتبسطت فيها في حياتي ان انا كنت معاك النهارده, كان حوار جميل جدا جدا الله جدا الله يخليك عبد الله تسلم. وانت يعني كنت وحشني جدا والله العظيم كنت وحشني جدا واحد فانا فاهم فيعني انا كنت اتبسطت النهارده انا شفتك جدا ويا رب اكون ضيف خفيف على الناس انت في بيتك وفي مكانك ومن قال لاخر كده جمهور النادي الاهلي برضو يعني لازم يسمع ويشوف الجيل اللي كان موجود في فتره سابقه. لا هو يعني جمهور الاهلي يعني معلش الكلمه جمهور الاهلي ما بينساش ولاده
عمر جمهور النادي ما نسي ولاده. ده حقيقي. انت بتمشي في الشارع جمهور الاهلي كله عارف مين ابن النادي ومنين. لا يعني الحمد لله رب العالمين انا لحد دلوقتي بقالي اكتر من سنتين او ثلاثه مبطل كوره في قطاع ناشئين مختفي شويه، لكن لما بتمشي لا ان جمهور النادي الاهلي عارف. بتشوف عفروتو شبيطه بتقعدوا مع بعض يعني زحمه الحياه والجواز والولاد والمدارس، فالامور بتبقى عارف صعبه شويه، بس يعني بنشوف بعض بنكلم بعض بنشوف بعض بننزل مثلا يوم في الاسبوع يوم في اسبوعين كده يعني. تمام. ف يعني انا كنت مبسوط جدا والله العظيم، وكان يعني يا رب يكون دفء خفيف على الناس و واللي جاي احسن لك في الطعنه ان شاء الله باذن الله. لا يعني انا بقى انا اللي جاي يا رب اتمنى اللي جاي يبقى ليك كل خير يا رب يا استاذ محمد. يعني انت يعني حاجه محترمه جدا وانت كنت وحشني جدا، وربنا يكرمك يا رب في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. وبالتوفيق مع الجهاز الفني مع كابتن ياسر الرايان وتعملوا حاجه كويسه ونشوفك بقى كمان في فرق اكبر الفتره الجايه. لانك احد اللاعبين اللي كانوا ملتزمين قوي وهاديين قوي جوه الفرقه وابن النادي. الحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا يا عبد الله. شكرا يا استاذ محمد ربنا يخليك. فقرة كانت مهمة جدا مع أحد لاعبي ونجوم النادي الأهلي في حقبة الفترة ما بين 2008 لغاية 2011-2012، ولاعب من اللي صرع اسمه تاريخه جوه النادي الأهلي وصعد من قطاع الناشئين في النادي الأهلي. وطبعا فرصة النهارده هو معانا نعمل برضه تجربة أو نلقي الضوء على فكرة اللاعب الشقيق، يعني لما بيكون معاه في الفرقة أو لو في منافس معاه في فرقة منافسة في الدوري أو في الكأس أو في المباريات في الدوري تبقى الظروف عامله ازاي، الاجواء عامله ازاي. فرصه كانت طيبه ان احنا نستعيد الذكريات ونحكي للناس ونقول معلومات جديده في فقره مهمه جدا كانت في الاهلي الليله. بشكر عبد الله، بتمنى له التوفيق. وبعد الفاصل فقره مهمه جدا متعلقه بمستقبل الكره الافريقيه، غدا قرعه دوري ابطال افريقيا، الفكره جت ازاي، عائد الايرادات لهذه البطوله ذات ازاي. طبعا الفتره الحاليه الكره في افريقيا او الكره في العالم رايحه في اطار صناعه، وعشان يكون في صناعه وفي احتراف اكيد في شغل كتير بيحصل لده. فضيفنا في هذه الفقره مهم جدا نسمع منه انه عنده معلومات كتير قوي وهنستفيد بوجوده، الاستاذ عمرو شاهين مدير اداره التسويق السابق بالاتحاد الافريقي لكره القدم.